أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ليس هناك أشد إلاما على النفس من أن تتلقى نبأ وفاة صديق عزيز عليك، خاصة إذا كنت قد عاشرت هذا الصديق منذ الطفولة وبقي وفيا صادقا لهذه الصداقة الحميمة إلى آخر لحظة من حياته. قبل بضعة سنين كنا نجلس على مقاعد الدراسة في الصف الابتدائي والثانوي والمعهد، كنا نعد للغد كومة من الأحلام. أنت تريد أن تصبح شاعرا وأنا أبحث عن المعنى، أنت تريد النهاية وأنا كنت جاهلا لم أدري بأنها قريبة. ألهذه الدرجة كنت وفيا للرحيل؟ وأنت الذي قلت إذا فارقت أخا أو صديقا ضع وسادة على وجهك، أصرخ واخرج كل ما بداخلك. فعلتها مرارا يا صديقي ولم يخرج شيئا. كنت أنت الأجمل دوما، أرى الوقار والحب والجمال، أرى امتياز الروح الصاعدة بعد وقت سريع إلى بارئها. أكذب عليك وعلى نفسي إن صدقت إنك قد رحلت. رحلت باكرا وتركت عصافيرك للرياح القارسة، قلت هكذا انطفأ القمر أمام بيتك إلى الأبد. قلت يا أخي الشعر متاهة الكلام، سأرحل دون وداع أخير لتعرف مذاق المطر الخريفي والغياب جيدا من بعدي، لتعرف ما تبقى من قسوة لأطفال كأنهم خناجر على أعناق الطغاة. كم وردة جميلة تركتها للذبول الأكيد، كم دمعة حرة ستسيل كل عيد، تنتظرك الملائكة لتخبرها عن أنبيائك الصغار، عن ذروة الحزن القاتل في أعينهم، عن بكائنا الصامت في تلك الليلة الباردة خلف نعشك. ربما أحتفي بك كل عام على طريقتي، غيمة فارغة اليدين. هذا الليل القلم في متاهة خطوطه يناديك، الورق بياض قلبك، فماذا أكتب؟ كأنها النوافذ وحدها تأتي بالسواد القاتل إلى سريري. الفضاء غربتي وأنت حبر النور على شفاه الدفاتر. باكرا أردت السفر مرغما أنيني على الحبو أمام قبرك، أمشي وحيدا بين غزلانك، أنام وحيدا، ثم تأتي المناحات فجأة إلى مائدة الفطور، فأركض سريعا سريعا إلى جهة الغياب. قنديلنا لهذا اليوم إسماعيل خلف كوسا، شاعر من جيل الثمانينيات، غادر الحياة باكرا دون أن يستأذن أحدا بالمغادرة. تميزت كتاباته بالدهشة حينا والغرابة في أحيان أخرى، كانت القصيدة لديه حالة حيادية هذيانية يعيشها دائما في السر والعلن. أما مقالاته عن الكتابة الشعرية والحداثة التي تختص الجزيرة نموذجا، تطرح إشكاليات كثيرة كالهوية والاختلاف، ربما تأخذ القارئ إلى متاهات الأسئلة. إنه يأخذ من هيراقليطس ومن دانتي ورامبو والشعرية العربية، بدءا من المتنبي وأبو تمام، وليس انتهاء عند أدونيس وسليم بركات والماغوط، كما يأخذ من الأدب الكردي ملاي الجزيري، أحمد خاني، جلعدد بدرخان، جقرخين، كوني رش، والموروث الكردي. إسماعيل كوسا يمثل بيئته بامتياز، يتفاعل معها بروح مثقف واع وحر، هذا من جانب، وبروح شعرية صارخة ونزقة
كأنه يحمل تناقضات بيئته، وهذا من جانب آخر مما لا شك فيه إنه كان يحمل في داخله حنينا جارفا تكاد تبكي بين يديه الكلمات. هو حنينه الكردي دائما يلقب نفسه بقناص الألم. بصراحة الحديث عن الشاعر الراحل إسماعيل كوسا، الشاعر المغادر والباقي في قلوبنا يطول، شاعر الحب والمرأة، شاعر عمودة وعاشقها. يقول عن عمودة: صارعت حبك كما يصارع الجسد وأمراضه الخبيثة، وكما تصارع فأس الفلاح الأرض. يقول: أحببت عمودة لكنها هربت مني ولم تعطني من الحب ما ينبغي. كان للراحل ديوان شعر وحيد باسم حديقة واسعة للتعب، قال حينها: سأعيش تعبا ما حييت، لكنه ارتحل وارتاح باكرا. حين طبع ذاك الديوان استدان من المال ما يكفي للتوجه إلى دمشق وطباعة ديوانه، وحينما عاد خذلته عمودة مرة أخرى، إذ لم يجد من يقرأ ديوانه ليقول: الكتابة في وطني ليست بخير. إنه شاعر المرأة، لكن يقول: أنا شاعر المرأة من الجانب الإيجابي، فقد أضاع امرأة عظيمة كما يقول، وهي أمه في عمر مبكر بحكمة رسول حمزة توف، وأضاع أختا عظيمة، وأضاع عشقا عظيما، وهو عمودة. سألته ذات مرة: متى تكتب الشعر؟ فقال: حينما تنام ديك في ليالي الصيف وتستيقظ النجوم، أجلس خلف طاولتي وأكتب الشعر. أكتب الشعر عندما أكون حزينا، وأبدع فيها في كتابة الشعر، ولكني لا أستطيع الكتابة عندما أكون سعيدا. كان يكتب عن غلا عنتر، وعن برية عمودة، وعن تل الكمالية وتل شرمولة، وعن حبيباته، وهن بالمجمل عمودة. من أجمل ما قال: أن التقدم لا يأتي بالكره، إنما بالحب والحنان لا بالحقد. وقال: فلنحارب معا الجهل والفقر، ونحن نعده أن نبقى نحبه ونعمل بوصاياه، ونحارب الجهل والفقر ونحب بعضنا بعضا. ولد إسماعيل خلف كوسا عام 1966 في مدينة عمودة، في كنف عائلة متوسطة الحال ومؤلفة من 7 أخوة و3 بنات. كان إسماعيل أصغرهم، يعتمدون على الزراعة ومحبين للعلم. توفي والديه ولم يزل طفلا، فتربى بين أخواته وأخوانه الشباب. درس الابتدائية في مدرسة المتنبي، والإعدادية في مدرسة أبي فراس الحمداني، والثانوية في مدرسة أبي علاء المعري، وحصل على الشهادة الثانوية عام 1986 ليلتحق بعدها بمعهد إعداد المعلمين، ومن ثم تعين بعد تخريجه من المعهد في قرى مدينة عمودة لغاية حصوله على التقاعد. بحياتنا عم تمر كتير قوافل من الأصدقاء والمعارف، لكن أصدقاء الطفولة بيضلوا مثبتين بقاع الذاكرة، ما ممكن ننساهم. هدول أصدقاء الطفولة خاصة إذا استمروا أو نحن استمرينا بالتواصل مع بعض. إسماعيل كوسا كان من أصدقاء اللي ضلينا على تواصل. عمودة بتجمعنا، كانت هاي الكلمة دائما نكررها. إخوة تراب عمودة، من مجانين عمودة نحن. لما شفت صورته على الفيسبوك إسماعيل كوسا توفى، يعني صدمة، عن جد صدمة، ما حسنت أكتب الله يرحم. فجأة قبل يومين كنا نتواصل، بعت لي غنية راقي. دا
درسنا مع بعض الصف خاص بقامشلي، كنا كل صبح باصات الجمعية نروح مع بعض. من أصدقائنا مروان شيخي، خبات علي، جميل حوتشك، سعدية سليمان، إلهام إسماعيل، إنعام حلاق، خيفاء حلاق، مجموعات كتيرة. كنا كتير قريبين على بعض. إسماعيل من النوع المنطقي، بيفكر بهدوء وبيحكي بهدوء، مهتم بكتابي، بأنواع الكتاب، مركز على الشعر. كان تقريبا كل يوم ينزل جملة واحدة على الفيس، جملة واحدة بس عميقة جدا وإلى معاني عميقة جدا. كنت مرات بعلق ومرات رأسا على المسنجر بقول له وينك. كان متمسك كتير بالوطن رغم إن في الأوجاع متمسك بترابه، حتى دواره تحت ترابه. يا ترى نحنا وين رح نندفن؟ أحيانا بحسده على هاي، على هذا الرحيل اللي شاف مين يهتم فيه ومين يدفنه بحب واحترام، لأنه المستقبل اللي عم نطلع عليه مستقبل أسود، ما بنعرف، يمكن بيرمينا على الطرقات، يمكن يبتلعنا شي حوت من البحر مثل كتير من أهالينا. إسماعيل خسارة فعلا، خسارة لألنا، خسارة لأهله، خسارة للكل اللي عرفوا عن قرب. أكيد رح ضل ببالنا، بس دائما لما بنفكر بالموت هذيك اللحظات بيكون الإنسان غريب جدا من الإنسانية اللي بالعادة نفتقدها. منذ أن كانت أنامله صغيرة ارتكب حماقة الشعر، من تلك الطفولة البائسة المرئية على حافات النسيان المتروكة من القدر، انكشفت له تلك الطفولة أحيانا بأنها كانت قرمزية مثل حبات الكرز واللؤلؤ، وأحيانا بأنها كانت سوداوية إلى حد السكين والجنون. لم يحتفي بشيء في طفولته إلا بالبراري والكلمات العبثية مثل انهياراتنا العبثية. هي إذن القصيدة التي جاءت من الطفولة، ولا تقف أمام المرآة إلا لتكتب الطفولة ذاتها بقضها وقضيدها. جاءته القصيدة سهوا ورمته إلى الكلام دون أن يعرف سر اللغة والأبجدية، ولأنه كان بريا بامتياز رفض القيود، فكان الكلام نثريا. وفيما بعد اكتشف بأنه يستطيع أن يخلق من النثر شعرا أجمل بكثير من تلك القصائد المقيدة، من الفاتحات إلى الخواتم، وبقي مصرا على كتابتها، لكن برؤى أخرى أكثر تقنية من ذي قبل، وواقعها الحالي تقول لا يمكن العبث بالقصيدة النثرية لأنها مثل النيران الحارقة الجهنمية. وأصر على الاحتفاء دائما بقصيدته النثرية حتى لو لم يهتم أحد بمآلته. سأعترف بداية بأنني بالإضافة إلى الحزن الشديد أشعر بالإحراج وأنا أتحدث اليوم عن إسماعيل كوسا كصديق راحل. لازلت أحاول تصديق هذه الحقيقة، لازلت أحاول أن أتلائم مع حقيقة أنني سأعود يوما إلى عمودة ولن أجلس أمام دكان إسماعيل كوسا وأتحدث معه عن آخر إصدارات شعراء عمودة وكتابها. عالم الكتابة الأدبية يشبه عالم النباتات، كما في هذا العالم تعثر على نبتة طبيعية لها رائحتها الخاصة، لها لونها الخاص، لها خصوصية تفرقها عن كل ما حولها من نباتات، كذلك تعثر على نبتة أخرى اصطناعية لا طعم لها ولا رائحة. كذلك من ينشغل بالكتابة، نجد إلى جانب المدعي المصطنع المتسلق
شخصاً آخر طبيعياً ولد موهوباً يعمل على نفسه بجد وينتج أدباً جميلاً ويتمتع بخصوصية تفرقه عن كل ما حوله من كتاب وشعراء يمارسون نفس المهنة، لكنهم يحملون سمات تميزهم عن غيرهم. هكذا كان إسماعيل كوسا الذي ولد في عمودة موهوباً، ولأننا كنا من نفس الجيل من نفس المكان ولنا نفس الاهتمام، فقد بدأت أرضية الالتقاء بيننا تتشكل منذ الصغر، وعرفته صاخبا يضج بالحياة وبحب الكتب وبالتحدث حول ما يقرأ بصوت عال، فيعطي رأيه بعفوية مطلقة وبرياحة بعيدا عن الرياء والمجاملات الزائفة. في فترة ما كنا نجتمع في عمودة بشكل أسبوعي، أنا وهو ومجموعة من الأصدقاء، فنقرأ نفس الكتب، نناقشها معا، نتفق على بعضها بحب ونختلف على بعضها الآخر أيضا بحب. كان خياره الشعر وبقي مخلصا له إلى آخر يوم في حياته. كان الخيط الفاصل بين الحياة وبين الشعر لدى إسماعيل كوسا مقطوعا، لذلك نجد هذا التطابق التام بين عنوان ديوانه الشعري وبين عنوان حياته، فكلاهما حديقة واسعة للتعب. أنا حزين اليوم كما في كل يوم منذ أن رحل عنا إسماعيل فجأة دون أن يتيح لنا المجال لنتهيأ لهذا الرحيل الصادم المبكر الغادر. كان إسماعيل كوسا يعني لي ثلاثة أشياء، قلما تجتمع هذه الأشياء الثلاثة معا في شخص واحد، هي الطيبة والشعر والنقاء. صديق إسماعيل، طالما أنك لم تتح لنا المجال لوداعك وأنت ترحل، فاسمح لي بأن أودعك الآن وداعا أيها العمودي الطيب، وداعا أيها الشاعر، وداعا أيها الإنسان النقي، وداعا صديقي إسماعيل كوسا. سأظل أتذكرك بحب طالما حييت. كانت طفولته متكسرة، ثمة في الذاكرة برار شرسة، كان يرتمي إلى أحضانها ليصطاد كل شيء، نعم كل شيء، الأفاعي والعصافير والعقارب والزرازير وغيرها من الطيور. هذه البراري نفسها علمته التأمل الطفولي، حينها بدأ باصطياد الكلمات، وربما هذه القصوى الملعونة أيضا خرج هذا الرجل الكسول والذي سموه دون إرادة منه إسماعيل كوسا وفيا، وفيما بعد عرف ما معنى الساحة الأدبية، أي بعد انقلابات شعرية وثورات في داخله، عندها فقط ركب موجة الشعر والأفول جديا. في عمودة تنبت سنابل الشعر على صدور شعرائها الكرد الذين يكتبون بالعربية، وما أن تمس روحك واحدة منها حتى تنفرط إلى خرزات وخرزات وقصائد. يكتبون بالعربية، يحلمون، يبكون، يتألمون، يفرحون، يحزنون، يعشقون، وبالعربية أيضا يكتبون هزائمهم. منذ شبابه كان مولعا بقراءة كل ما يقع بين يديه. كنا مجموعة من الشعراء نلتقي بشكل شبه يومي في البيوت والمقاهي والأمسيات. بداية الرحمة على روح شاعرنا الكبير المرحوم إسماعيل كوسا الذي وافته المنية قبل أيام في مدينة عمود أثر حالة مرضية طارئة. صراحة كانت خسارة كبيرة للمشهد الإبداعي في عموم الجزيرة السورية والإنتاج الشعري الكردي المكتوب باللغة العربية. بداية بعد الترحم عليه طبعا، كانت تجربة المرحوم إسماعيل من التجارب الغنية في المشهد الشعري في الجزيرة السورية وفي مدينة عمودة، خاصة
استحوذت تجربته على اهتمام الكثير من النقاد سواء من داخل المحافظة أو على المستوى السوري أو على المستوى العربي. حقيقة كانت تجربة المرحوم إسماعيل تجربة جديدة في منحاها، في انزياحاتها، في دلالاتها الشعرية، في المتن، في الاشتغال. كان لديه مشغل إبداعي حقيقي يتناول طرق حدثوية في التعامل مع المفردة، في إعادة تركيب الجملة الشعرية. طبعا هو جيل لاحق للجيل القدير سليم بركات والعديد من الشعراء المجايلين له في مدينة عامودة أو في القامشلي. عموم تلك التجارب أخذت من تجارب نفسها وبدأت تنشئ صوتها الخاص بها. يعني تجربة إسماعيل كانت تجربة فريدة لذاتها، لنفسها، في مونولوجها الداخلي. بداية حاول أن يجاري النثر الموجود المكتوب في عموم المنطقة، ولكنه تخلص من ركب الشعراء وطريقة كتابتهم لمنحى آخر. وفي الأونة الأخيرة يعني كانت لديه تجارب مختلفة، لديه قراءات جديدة في عموم المشهد، حتى المشهد الحياتي ومشهد دلالة الشعر، قيمة الشعر، أهمية الشعر، ما الذي نريده من الشعر، ما الذي نبتغيه من خلال هذه الكتابة. طبعا أثر على شاعرنا الكبير قضية الحياة اليومية والمعيشية والحرب الدائرة في سوريا، وما أثرت عليه نفسيا ومعنويا وماديا، وأثرت حتى على نمط الكتابة وابتعاده عن المشهد النشري باستثناء الحالات الفيسبوك مؤخرا، عودته للكتابة من خلال صفحات السوشيال ميديا. ولكنه بالعموم بعيد عن النتاج والنشر الورقي، كان مقلا رغم كتاباته الكثيرة، وكان نهما للقراءة. يعني ما أعرفه تماما من خلال لقاءاتنا العديدة أنه كان نهم ومتابع لكل النتاجات الجديدة المحلية والعربية، يتابع الإصدارات، يحاول أن يتماهى ويتماشى مع المنتج الشعري العربي الجديد. كان يقرأ للكثيرين، كان يقرأ الشعر الكردي، كان يقرأ للعربي، كان ولكن الظروف الحياتية وأولويات الحياة بالنسبة لأي إنسان أو لأي كائن أحياناً تستحوذ على كل تجربته. يعني تجربة إسماعيل كوسا عاشت همومها الذاتية، ونتاجاته حتى الشعرية كانت ترجمة لمعاناه ولما عايشه حياتياً كمدرس، ككردي، ككردي يعيش جملة هموم، يترجم تلك الهموم من خلال لغة الآخر، من خلال لغة المدرسة، من خلال لغة الشعر. طبعا كل هذه الأمور أثرت بشكل أو بآخر على مزاج ونوعية ونمط الكتابة التي كتبها المرحوم إسماعيل كوسا. كان الشعر يحفظ روح عامودة من التعب، فما أن تخذلها الأقدار حتى تنقذها القصيدة فتؤرخ حزنها وهمها. نشر إسماعيل أولى قصائده في جريدة الثورة السورية، ومن ثم بدأ النشر في الجرائد والمجلات العربية والكردية، بالإضافة لإقامة أمسيات شعرية في المراكز الثقافية والتجمعات الثقافية. كتب الشاعر عبد اللطيف الحسيني قائلا: كنا 50 ثم تقدم العمر بالزمن الذي شاخ بنا، فنقص العدد إلى النصف ثم إلى الربع أو إلى الأقل. بقينا إسماعيل كوسا وعدنان شاموس وحليم يوسف وعبد القادر موسى ووليد حسيني ومروان شيخي ولقمان محمود وغيرنا، وتركنا خلفنا مئات الجلسات الأدبية داخل البيوت أو في المراكز الثقافية في المحافظة، وعشرات المنابر الورقية التي تحتفظ بنتاجنا، ولم تزل شعرا ورسما ونقدا وقصة إلى أن فرقتنا هذه الأرض، ففيها من آل الكريم عن الأذى. قبل أكثر من عقدين طلبت منه طباعة عمل شعري له،
فعنده الكثير ليجمعه ويجذبه ليصار إلى كتاب مطبوع تبركا بنا نحن الذين كتبنا المطبوعة حليم ومروان ولقمان، ولنجتمع حول ديوانه الذي أسماه حديقة واسعة للتعب، وبشرط وهو شرط الحرية أن نسلخ الكتاب بملاحظاتنا وعليه أن يرضى، ومن ثم عليه أن يطبع بعد الأخذ بالملاحظات، فوافق ضاحكا: على الأقل سأنجو منكم بعد الطباعة. والتفت إلي: وخاصة وأنت الذي تلاحق الضمة والفتحة والكسرة وهمزتي القطع والوصل: أنت شاعري يا إسماعيل، قبل عقد ذهبت إليه لودعه، قبل خروجي من عامودة باتت المدينة تضيق بي وأضيق بها، ولم أعد أتحمل العيش فيها على غرار كفافيس. سأذهب إلى بلاد أخرى، سأذهب إلى ضفة أخرى، سأجد مدينة أفضل من هذه المدينة يا إسماعيل. فرد علي على غرار كفافيس: لن تجد أرضا جديدة ولا بحارا أخرى، فالمدينة ستتبعك وستطوف في الطرقات ذاتها وتهرم في الأحياء نفسها وتشيب أخيرا في البيوت نفسها، ستؤدي بك السبل دائما إلى هذه المدينة، فلا تأملن في فرار، إذ ليس لك من سفينة ولا من طريق، وكما خربت حياتك هنا في هذه الزاوية من العالم فهي خراب أن ذهبت. لم نعد نرى شيئا، أوصت الأبواب وأغلق النوافذ، ونحن نبحث عن شروق في الجدران، تفاحة آدم لها جاذبية تفاحة نيوتن. ابدأ من الصفر، من الصفر تحديدا، فهو رقم قوي جدا. غدا أمامك صفحة بيضاء، املأها بحياة جميلة. لم يكتفي الشاعر إسماعيل كوسة بالكتابة عن المكان والخراب والهم والموت ومتاعب الحياة، وإنما عن المرأة، هذه الهندسة العجيبة في حياتنا والتي منها تولد أشياء كثيرة متناقضة، كالحب، الخيانة، كالدفء والزمهرير. المرأة هي حنينه الدائم إلى القصائد والمطر والربيع، هي منارة الأبجدية بين أصابعه، هي المطر الغزير يبلله بالرطوبة، ورحيق الأرض هو الرجل الكسول أمام مرآتها، وهي الأرجوحة المخملية في غرفه المزركشة، وهي المواعيد الآفلة على طاولته السكرانة، والتي كتب عنها: آه ما أجمل المرأة وما أتفه الذبول. بعد إصداره ديوانه الشعري الأول حديقة واسعة للتعب، الذي صدر عن مطبعة اليازجي عام 2002، توقف عن النشر قليلا، وبدأ كجائع يلتهم الكتب باختلاف عناوينها من رواية وفلسفة وشعر ودراسات أدبية، ومتابعة كل الصحف والمجلات التي كانت تصدر حينها من سوريا ولبنان والعراق. كانت عرفت الأستاذ إسماعيل كوسة منذ بداية الثمانينيات، كان يتسلق سلم الشعر بجدارة، وكان من الوجوه الشابة التي كانت تساهم في الأمسيات الشعرية التي كانت تعقد في بيوت الأصدقاء والرفاق، وأيضا في مدرسة الغزالي أو المجمع التربوي حاليا، حيث كانت تدار تلك الأمسيات من قبل قامات أدبية أمثال الأستاذ جميل داري والراحل محمد حلق ومحمد نور الحسيني والراحل محمد عفيف الحسيني وغيرهم من القامات الأدبية. أتذكر في إحدى الأمسيات في البيوت كانت
الأمسيات الأدبية ألقى الأستاذ إسماعيل كوسا قصيدة له، فعلق أحد الحضور بقوله: هذه القصيدة قد تكون لدرويش، فهي تشبه قصائد درويش. فرد عليه الأستاذ إسماعيل كوسا بكل ثقة وجرأة: هل معجم الكلمات خاص بدرويش، أم إن مشاعرنا قد لا تتشابه مع مشاعر العظماء والكبار؟ كان واثقا من نفسه دوما، جريئا في قول الكلمة وقول الحقيقة. لم نلتقي منذ أمد طويل، ولكن كان له في القلب معزة لا توصف. التقينا من جديد على صفحات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وكنت أتابعه دائما وأنشر الكثير من ومضاته. وقلت له أكثر من مرة إنني حين أقرأ لإسماعيل كوسا أستعيد روحي المتمردة، لذلك كنت أقول له دوما وبصدق: إسماعيل كوسا، أنت فارس هذا الزمان، جريء حكيم متمرد. وهكذا هم الأوفياء لقيمهم الإنسانية النبيلة. كانت لديه خربشات وإزعاجات كتابية، لكنه حاول دائما أن يضع خربشاته هذه ضمن رؤية خاصة ومتميزة، ويضع إزعاجاته ضمن إطار كتاب جميل ربما يسمى أحيانا بنقد لاذع. وكان يعترف بأنه لا يتقبل كثيرا من هذه الكتابات السائدة من منطلق الكشف دائما عما هو أجمل، فهو ينظر إلى الشعر كما ينظر بودلير له. ففي تعريفه للشعر يقول: الشعر كشف عن عالم يظل دائما بحاجة إلى الكشف. وكان يبرر بعده عن النشر بأنه ليس عندنا حياة ثقافية صحية، قائلا: بعدنا عن أمكنة النشر، ثم عدم الالتفات من قبل الصحافة لتجاربنا، ثم دخول الإنترنت بما له وبما عليه. ربما هذه الأسباب وغيرها أبعدتني عن النشر، وربما كانت ظروف الحياة أيضا كانت أكبر منا ما جعلني أهمل تجربتي قليلا، وهذا ما أدى بي إلى عدم الركض خلف النشر كما كنت في السابق. الحقيقة أن الحديث على الشاعر عن الشاعر إسماعيل كوسا قد يطول، لكن سأختصره لكم ببعض الكلمات. أستطيع أن أقول أن الشاعر كان إنسانا بكل معنى الكلمة، كان مفعما بالإنسانية، وكان يحس بالانتماء لبلدته عمودة التي قضى عمره فيها. في الآونة الأخيرة كنت أزوره، وكنا نجلس جلسات نوعا ما مطولة نتحدث فيها عن الشعر والكتابة. وأستطيع أن أقول أنه كان قارئا نهما حقيقة للكتب بمختلف أنواعها. وفي الفترة الأخيرة كان يركز على كتب التنمية البشرية بهدف أن يطور من ذاته، أن يطور من نفسه، وبهدف أن يكون قادر على مساعدة من حوله في كل مجال وفي كل مكان، بدءا من عائلته ومرورا بأصدقائه ومعارفه. الشاعر إسماعيل كوسا كان شاعرا إنسانا، أستطيع أن أختصر الكلام عنه بهاتين الكلمتين. بعد ذلك تفرغ لمطالعة الكتب الكردية والاهتمام بلغته الأم، حيث ترجم لبعض الشعراء عن العربية مثل أدونيس ومحمود درويش والماغوط ورياض وغيرهم. كانت هذه الترجمات مشروعا له، لكنه لم ينهيها كالكثير من مشاريعه التي بقيت قيد الأدراج، كما عمل منذ فترة طويلة على إنجاز كتاب عن الثقافة الشعرية في الجزيرة، تناول فيها إشكالية الهوية، إشكالية الحداثة الشعرية، إشكالية اللغة، ومشروعه السيرة الذاتية لعامودة، ونشر قسما منها على صفحته الفيث. هذه المرة الموت منعته من إتمامها. الجدير بالذكر أن الشاعر إسماعيل كوسا نشر في الكثير من الجرائد والمجلات العربية والمحلية
كما قلت منذ قليل، وشارك في أمسيات كثيرة أيضا. له ديوان شعر بعنوان حديقة واسعة للتعب، إصدار 2002، مطبعة اليازجي. له مخطوط حنين كردي. له مشروع ثقافي الحداثة المهزومة في الجزيرة. له مذكرات يومية في عمودة، لكن الموت كان سباقا في إنهاء حياته وحياة تلك المشاريع التي كانت قيد الأدراج. ففي مساء يوم الجمعة في 11 من شهر آب عام 2023 الساعة 10 توفي الشاعر والكاتب الكردي السوري إسماعيل كوسا عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، ووري جسمانه في مقبرة عمودة بحضور كافة الاتحادات الأدبية والصحفية. آمين. اكتبي ألما معذبا في مخيمات اللاجئين واصرخي آمين. اكتبي عن طاغية لا مثيل له في كتب المؤرخين واصرخي آمين. يقتل، يدمر، يغتصب، يذبح، يهجر، يخطف أمام العالمين بقصيدتين كرصاص الرحمة. اقلع أسلاك القدر الشائكة على أشلائنا المريضة. أعزائي المشاهدين، ربما لن تكون هذه الحلقة كافية لأقف على نتاجه الغزير، لكني حاولت أن أسلط الضوء على قبس من نور قنديلنا الراحل إسماعيل خلف كوسا، وأتمنى أن أكون قد أوفيت ولو بجزء يسير من حياته وإبداعه لروحه السكينة والخلود. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة. أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائية روج أبا. إلى اللقاء.